مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى عدد جديد من برنامج ملفات رياضية. الحديث اليوم سيكون بالتأكيد عن الجمعية العمومية التي للرابطة المحترفة لكرة القدم، والتي انعقدت مساء اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، والتي تم فيها المصادقة بالإجماع على تقريرين المالي والأدبي، ما يعطي أو الثقة لمواصلة رئيس الرابطة محفوظ قرباج لعهدته التي تنتهي عام 2019. الحديث أيضا في هذا العدد سيكون على شباب بتنا، بما أنه ضيفنا اليوم هو رئيس شباب بتنا سيفريد نزار. أهلا بك يا سيفريد. الشكر موصول أيضا لك لقبولك الدعوة. في الجهة المقابلة الإعلاميين مهدي ضحاك عن ديزل فوت، أهلا بك مهدي. السلام عليكم. إلى جنبه فريد سعادة، أهلا بك فريد. السلام عليكم، مساء الخير طارق. إذن قبل أن نبدأ مشاهدينا، إليكم التقرير التالي والذي يلخص ما أهم ما جرى في هذه الجمعية العمومية. مثلما كان متوقعا، سارت الجمعية العمومية للرابطة المحترفة لكرة القدم كما سطر لها أن تمر ودون مفاجأة، لما يتعلق الأمر بالمواجهة المباشرة مع رئيسها، وكأن من كانوا بالأمس ينعتونها بأدنى الصفات ويتهمونها بسوء تسيير البطولة، وكأنهم تحولوا إلى أعضاء آخرين، بما أنهم صادقوا وبالإجماع على الحصيلتين المالية والأدبية، وحتى دون توجيه أي انتقاد في سيناريو كان منتظرا. كل الموند لوفي لا مان، دونك سافي دير كو الموند راه مرادين. اليوم جينا بار ريسبي للرئيس وللمكتب وللأعضاء الجمعية العامة، وهذا مكان ما فيها حتى حاجة هكذا. التزكية التي تلقاها محفوظ قرباج من قبل أعضاء الجمعية العمومية جعلته يؤكد أنه باق في منصبه إلى غاية انتهاء عهدته عام 2019، منوها بالثقة التي يحظى بها في أوساط النوادي الجزائرية. الحصيلة إيجابية، نقدر نقول أنه هذا دليل أن الثقة الموجودة بين الرابطة وأعضاء الجمعية العامة، فنعتز ونفتخر بهذا الثقة هذه، ونتمنى إن شاء الله تكون تستمر هذه الثقة، لأن الرابطة في خدمة النوادي. عهدة تاعي تنتهي 2019، انتخبت العام الماضي، وبالتالي راني على رأس الرابطة إلى غاية 2019. طبعا احنا الجمعية الرابطة المحترفة كرة القدم كل رؤساء النوادي مساندين محمد روراو، طبعا نطالبوه بالبقاء. تصريحات قرباج الذي كان كل مرة يؤكد أنه لن يبقى في حال رحيل رئيس الاتحاد محمد روراوة، تؤكد هي الأخرى أن هذا الأخير متوجه للترشح للمرة الرابعة، وهو الذي تلقى دعما منقطع النظير من رؤساء الأندية رغم غيابه عن الموعد، مستغلين الفرصة ليبدوا ثقتهم في شخص الحاج للبقاء على رأس الاتحاد الجزائري رغم ما طاله مؤخرا من انتقادات. إذن كان هذا التقرير الخاص بالجمعية العمومية لكرة القدم ولرابطة كرة القدم. نبدأ بك سينزار، ربما الكثير كان ينتظر من هذه الجمعية أن تكون مغايرة لما سبق بالنظر لحدة ربما الانتقادات التي تلقتها خاصة في الأونة الأخيرة، وشهدنا ما حدث الموسم الماضي، شهدنا فضائح تحكيمية، شهدنا الكثير من الأمور ربما لا تسر رؤساء النوادي، لكن اليوم كانت المصادقة بالإجماع سواء التقرير المالي أو الأدبي، وحتى ربما دون الإشارة إلى ما تعاني حقا الأندية الجزائرية. لا نظن باللي الجمعية العامة هي سيدة في اتخاذ يعني القرار المناسب لها، ولذا نشوفوا باللي اليوم يعني كل أعضاء الجمعية العامة صادقوا على جدول الأعمال اللي هو فيه التقرير الأدبي والتقرير المالي، يعني ما كانش نقطة أخرى للمناقشة. ولهذا نظن باللي التقرير المالي فمحافظ الحسابات قال باللي كل العمليات المصرفية تمت يعني في شفافية، ومحافظ الحسابات أعطاها يعني المصداقية، ولهذا أعضاء الجمعية العامة ما لهم إلا أنهم يصادقوا فيه. ما يخص يعني التقرير الأدبي نتاع الرابطة، أنت تعرف باللي الرابطة تصير إلا المنافسة تاع كرة القدم، ما عندهاش يعني سلطة، الكل راه ينتقد في التحكيم وينتقد في أمور أخرى اللي ماهيش يعني من اختصاص تاع الرابطة، رغم أن الرابطة هي التي تدعو الأندية أو تنتقدها لما تجاوز حدودها، تنتقدها أو تعاقبها إن صح التعبير، بما أنه لجنة الانضباط منضوية أيضا في هذا التنظيم. علاش هذا السكوت لهذه الدرجة؟ يعني هل هناك
انتقاد للوضع، هل هناك حديث؟ علاش لماذا لا تستغل مثل هذه الفرصة لطرح انشغالاتكم أمام رئيسها؟ والله نظن باللي أول ثاني باش لتصحيح أن لجنة الانضباط ماهيش تابعة للرابطة، هي لجنة مستقلة لتابعة للاتحادية. تابعة للاتحادية لكن لا تعاقب لا الأندية لا يعني. لا 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 يعني الرابطة ما عندهاش دخل فيها، فهي عندي عندها الاستقلالية في. تظن أنها لا تستشار في لما يتخذ أي عقوبات؟ والله نظن باللي عندها رئيس اللي هو اللي يتخذ كل القرارات، لأنه هو المسؤول الأول على كل القرارات اللي ليأخذها. نظن المجال للكلام هو في الاتحادية، لكن حبينا باش يكون تغيير، ولهذا يعني كل معظم أعضاء الجمعية العامة ممكن ما تكلموش، إنهم عارفين باللي يعني الرابطة ما تغير ولا شيء يعني في المنظومة الكروية، فهي تسير يعني إلا المنافسة تاع بطولة القسم. هذا ربما عكس، سنعود للحديث عن هذا الموضوع أكثر، لأنه عكس ما نسمعه مع كل نهاية جولة لم نسمعه اليوم. فريد، ما سمعناش يعني نفس الحدة، ربما سمعنا أنهم كلهم راضين على ما قدمته الرابطة للبطولتين سواء الأولى أو الثانية، لم نلحظ تلك التصريحات اللي كنا نسمعها يعني قبل بعد نهاية كل جولة. شوف، أنا غطيت في السابق جمعيات عما هذه تاع الرابطة وتاع الاتحادية، ولاحظت أن النقاش كان يحتدم في الرابطة، لكن في الاتحادية بالتصفاق ويحيى الرئيس. لكن اليوم ما كاش هذاك، حتى امتدت يعني نفس الشيء امتد للرابطة، حتى التحفظات وما كاش. معليش، حتى ولو كانت لجنة الانضباط هي منضوية تحت لواء الاتحادية وليس تحت الرابطة، لكن كانوا قادرين يتخذوا من جمعية هادية كمنبر للتعبير عن سخطهم ومشاكلهم ومخاوفهم، لكن ما شفناش يعني كشغل كما يقولوا بالفرنسي دخلوا في المول، كاع هي تو فا بيان وكذا، يستناو غدوه ثاني وكذا تو فا بيان، كاين لامبيتي في لوتيل يستناو العشاء غدوه والجماعه من بعد يتغداو ويجيو رايحين. نو سي با سا. وبعد كاين هذيك الاتهامات والشتائم بين الرؤساء وبين الرؤساء فيما بينهم وبين الرؤساء ولجنة الانضباط وبين الرؤساء ولجنة التحكيم. نعم. لا هذه إلى ما تستعملش مثل هذا المنبر باش تعبر عن المشاكل تاعك وقتنا، ماشي الصحافة، ماشي منبر الصحافة، وسيلة. ربما أن كاين بعض الوسائل الإعلام يضخموا رسائل في الأقاويل ويضخموا في الخطابات، لكن كي تكون هذا إطار قانوني وين كل واحد يقدر يطرح مشاكل، أظن أن هذه فرصة لا يجب أن تمر مرة كثيرة، لازم نستغل هذه الفرص لطرح المشاكل بصفة قانونية بصفة نظامية وبحضور الجميع حتى نجد الحلول. نعم. مهدي، هل فجأتك هذه الجمعية العمومية ولا كنت تنتظر مثل هذا الأمر يعني؟ كما قال البريزيدون نزار، لا ليغ ني با n'est pas indépendante de la fédération, c'est pas, elle fonctionne pas toute seule, c'est pas elle qui les sponsors taha ou qui prend les décisions sur les décisions importantes, tout dépend de la fédération ou had lyom jet en même temps que les élections dans la fédération l'amjane la dans quelques jours. Et année c'est ça justement les membres de l'assemblée de la ligue ne peuvent pas se décider, ou là ils ont peur, ou là ça indique que Kane en a raifin à la Oshawsari et la fédération. On ne sait pas où Oshawahi sera, est-ce qu'on a Hirudge, est-ce que le président va rester, est-ce qu'il va y avoir des changements. Donc moi le fin, elle n'a pas d'indépendance, mais elle m'a. البام شو صاري وش حيصير لهم مور واش كيف غاس باسي في لاسومبلي جينيرال. هذه النقطه اللي نوجهها لسي فريد نزار، هل تخوفكم او انتظاركم لما سيحدث يعني في الاتحاديه والانتخابات اللي راهي جايه اللي خلاتكم تستناو يعني ما توجهوش الانتقادات، ما توجهوش واش تحتاج الانديه يعني؟ هل تنتظر يكون هناك تغيير جذري يعني في جدول كره القدم الجزائريه؟ كلام واضح في بداية الأشغال العمومية أنه كان تقرير مالي وتقرير أدبي، يعني اللي حبي يدخل راح يدخل إلا في التقرير المالي ولا التقرير الأدبي. كنا في التقرير المالي ما كانش تدخل نتاع أي طرف، في التقرير الأدبي كان إلا قيمة الرواتب تاع اللاعبين، عدد الدقائق اللي لعبوها اللاعبين، ما عندكش يعني مجال اللي راح تتكلم فيه ولا تنتقده.
بصح الرابطه هذه هي مسؤوله على البرمجه، هي مسؤوله ثم كل مره تكون تخدم البرمجه. كيجيو نتكلموا دوك الان على البرمجه، فيعني نشوفوا مثلا السنوات السابقه كاين تحسن يعني في البرمجه، انه المباريات هاي تنتهي الان البطوله في ماي ممكن تنتهي، لكن على حسب فرق اخرى اللي راح تلعب الان، راح تلعب ثلاث مباريات في اسبوع. كاين اللي برمجه عشوائيه أنا نقولها، لانه مثلا في الاسبوع الماضي مباراه وفاق سطيف مولوديه الجزائر اللي تلعبت هنا في ملعب خمسة الجويليه، تم تغيير الوقت تاعها من السادسه أو من الرابعة إلى السادسة إلى ربع 48 ساعة فقط، ولو أن القوانين تقول 48 ساعة قبل بداية اللقاء، إلى أنه بالنسبة لتحضير الفريق يبقى أمور أخذ دقيقة. هي ساعة وساعتين ما تغير شيء. أولا إضافة إلى كل هذا، أنتم يعني شارين حقوق نقل تاع الرابطة الثانية. فالرابطة الثانية والرابطة الأولى البرمجة تاع المباريات بناء على صاحب الحقوق، ممكن جدا أنه التلفزيون الجزائري ينقل للدرجة الأولى، هو طلب تغيير في التوقيت، ولهذا كان التوقيت في وقته. ولكن العموم ان سير البطوله يمشي يعني كيما راهو كان مبرمج، ما عدا المباريات اللي راهي متاخره نتاع نوادي اللي لعبت المنافسه الاقليميه. السيد الرئيس باش خلينا ملاحظتين. الملاحظه الاولى كي قلت لي مثلا تغيير توقيت المباراه بساعتين ماشي ما عندوش تاثير كبير، لا عنده تاثير. تخيل لو كان وفاق سطيف برمج رحله العوده الى سطيف على الساعه 8، سما مع كانوا يلعبوا الساعه 4 عدوا الوقت واحد المطار، بصح لو كان يبغى يديروا الوقت كيفاش يبدل الرحله؟ هذه وفد كبير تاع 30 ما قدرش يبدل الرحله هكذاك. هذه غير ملاحظه. ملاحظه ثانيه، حنا نعرفوا قانون تاع الجمعيات كيما هذه كاين قبل ما يبداو في مناقشه التقريرين الادبي ولا المالي يبدا الحديث الثنائي. لا 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 يبدا لازم الموافقه على جدول اعمال. كي يقول لك هوجه الوعل الاعمال الجمعيه السيده يقدر الاعضاء يقول لك يا خويا نزيدوا نقاط في جدول الاعمال اونطخوت لي ديفير في هذاك دي نقاط متفرقه، او يقول لك لا نهضروا على نظام المنافسه ما عجبناش، التحكي ما عجبناش. يقدر يعني ماشي صبتوا نقطتين تكتفيوا بهذيك النقطتين. نور باللي من المفروض انه رئيس الجلسه كان يعلن على جدول الاعمال ويعرضوا على اعضاء الجمعيه العامه للمصادقه ولا اضافه نقاط. نظن باللي حتى واحد ما طاف نقطه، واحد ما حب يضيف كلمه يعني لانه عارفين باللي ما يقدرش يكون تغيير في الرابطه المحترفه. اضافه لماذا ما يكونش تغيير بما انكم سيدكم سيدون في قراركم؟ رابطه سي المنافسه يعني ما عندها لا بوش قضيه المنافسه إيه. لانه مثلا شاهدنا فضائح تحكيميه الى حد التحكيم الان. نقول لك بلي التحكيم هي الرابطه بعيده كل البعد عليه، لانه التحكيم كاين لجنه مركزيه هي اللي متكفله بالتحكيم وهي المسؤوله على التحكيم. ما تقدرش تحاسب انت المسؤول المباشر عليكم هي الرابطه. لا ما تقدرش تحاسب انت المسؤول المباشر على الانديه هي الرابطه. المدافع الاول على الانديه شكون؟ الرابطه. علاش ما توصلوش على الاقل رسالتكم وهي تدبر امرها يعني مع هو اني نقول لك لجنه التحكيم انتم لو كان صرحوا في الاعلام يعاقبوكم. سي فريد نزار وين تكلموا؟ تتكلم في الجمعيه العامه. ايه هو علاش ما تكلمتوش؟ تتكلم في الجمعيه. راني قلت لك باللي في الرابطه، لكن باش نتكلموا على التحكيم اللي راهو ينتقدوا الجميع. ما كانش رئيس نادي ما ينتقدوش، ولكن رؤساء النوادي اللي في نفسهم بعد هما اللي راهم ينتقدوا في التحكيم. يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء الكل يسالوا شكون هو الحاكم اللي راح يدير له يوم 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 المباراه. ولهذا نقول باللي المنظومه التحكيميه رؤساء النوادي هما ثاني طرف فيها، هما شركاء في الجريمه. لان انا نقول لك انا رئيس نادي على نحوس على اذا كان كيما يقول واحد ما كانش فيها على يوم الثلاثاء ولا يوم الاربعاء نحوس على الحاكم اللي راح يدير لي المباراه. ولهذا نقول باللي المنظومه التحكيميه فيها عده اطراف، فيها حته اطراف هي اللي خلات هذا الوضع اللي رانا نعيشه الان. ايضا نقطة اخرى يعني لمسناها في هذه الجمعية العمومية هي تحولها الى جولة او حملة للمترشح محمد الروروة على رأس الفاف. شاهدنا انه مش عارف تزكية وش نسميها ربما، وكأنها هذه مش موجودة في جدول الأعمال. سي فريد نزار لا مش من صلاحيات الجمعية ودخلت شوف هادو شوف اعضاء الجمعية العمومية للرابطة هم أعضاء في الجمعية العمومية للاتحادية. وعبالك الناس قاعد تخاف من التغيير،
بس كاين مصالح ماشي كاع رؤساء عندهم مصالح، كاين اللي عندهم مصالح كاين اللي ما يساعدهمش ايضا الوضع الحالي، كاين يكون تغيير فهمت. اما اللي يقول لك وعلاش التغيير، بالك يكون حاجه مفيده لنا، بالك تكون حاجه ماشي في صالحي. اما لا شوف كاين ناس يخاف التغيير، يقول لك لو ستاتيكو خير من والو. اما لا هما راهم يترقبوا رام جسدهم في الجمعيه العموميه تاع الرابطه، عقلهم في الجمعيه العموميه تاع الاتحاد غدا ان شاء الله، وعلى يخافوا يكون تغيير. وبعد وين تعرف باك لي يجي رئيس جديد راح يبدل كلش، راح يتنحاو هادو، راح يجيب قوانين جدد. كاين مصالح، ملي يقول لك الافضل قعد الامور على حالها ولا يكون تغيير بالك ما يفيدنيش. اما لا ديجا يستبقوا الاحداث، يزونتيسيب، يقول لك لا لا لازم نكونوا مع روروا على الاقل مع محمد روروا على بالنا وين رايحين. يخافوا يجي وحده بالك يهدد مصالح تاعهم، رغم انه الانتقادات طالت ايضا الاتحاديه، لانه نتكلموا على لجنه الانضباط اللي هي منضويه في الاتحاديه، نتكلموا على لجنه التحكيم منضويه ايضا في الاتحاديه. مهدي، هل لروروا يد فيما حدث اليوم من تزكيه لجميع يعني من جميع الاعضاء ال 32 يا رئيس؟ يعني اليوم شاهدناهم يطالبوا رئيس الفاف بالترشح للمره الرابعه. شفنا البارح ديجا لا ليغا ماتور ديجا داروا في بلاصون جينيرال تاعهم، داروا يعني راه اليوم ضمن 32 عضو. ديجا البارح قبل نزارك معاه صوت لا باش ما نقصوش يعني 32 عضو. انت قلت كلام انا ما شفتوش في الجمعيه العامه، يعني درنا تقرير المالي وتقرير الادبي. درتوا بيان؟ ما درناش، صدقتوا على بيان؟ ما شفتوش. ديفا لا ليغا ماتور، لا ليغا ماتور داروا في الرابطه المحترفه، ما هذا ما لا ليغا ماتور داروا الموسيون، لا ليغا ماتور داروا، ما تكلمناش خلاص على هذا الجانب. لا ليغا ماتور داروا الموسيون اوفيسيال، قالوا راه قلنا في الرابطه المحترفه ما خرجناش معليش في القاعه. هل في الاروقه قبل الجمعيه وبعد الجمعيه كان حديث جانبي بين الاعضاء حول الجمعيه العامه؟ يقال انه قادها ايضا رئيس الرابطه محفوظ قرباج، وهو في تصريحه قال انه جدير بالثقه اللي وضعوها فيها، وايضا راح يكونوا بقوه في وطالبوا بترشح محمد روراو. انا اقول لك انا ما حضرتش في، انا نتكلم واش شفت انا. انا الجمعيه العامه دار التقرير المالي والتقرير الادبي وخرجنا. قرباج كل الرؤساء صادقوا على التقرير المالي تاعو والادبي وحظى بثقه اعضاء الجمعيه العامه. هذيك جمعيه قدوه جمعيه نعرفوا واش اليوم تكلم معنا، وانه بطريقه دبلوماسيه نعرفوك نزار، لكن اليوم نتكلموا بكل صراحه. هل الرؤساء انت اللي تلاقيتهم كلهم مستعدين انهم يطالبون الرئيس، ام انه كان هناك اللي عرضوا بقاء محمد روح؟ والله دوك نقول لك شوف 32 رئيس، كل رئيس يحوس على المصلحه نتاعو. اكيد فهمتني، وهذا مصلحه تاع النادي تاعو. هذا يعني احنا نقولوا بلي نقولوا مصلحته هي مصلحه النادي تاعو. كل رئيس يحوس على المصلحه نتاعو ويشوف المصلحه نتاع النادي نتاعو وين راهي تكمن. ولهذا نقول بلي كاين عده رؤساء اللي ونقولوا معظمهم مع روروا. كاين بالك بعض الرؤساء اللي متحفظين ما تقدرش تعرف الاتجاه نتاعهم. مادام راكم معروفين، واش من تغير يقدر يكون رئيس واحد اخر؟ واش من تغير يقدر يكون لي كلوب يكون يجي رئيس واحد اخر؟ ما فهمتش. نشوفوا لما يجي ويقدم المشروع تاعو راح يكون تغيير مهدي. لكن السؤال المطروح هو التاكيد على بقاء روروا، هل لانه انتقادات كبيره، يعني حتى انتم شباب باتنا كثير من المرات تقول انه الفريق يتعرض الى ظلم. هل اليوم بامكانكم ايصال شكواكم الى الاتحاديه بما انك تقول انه الرابطه مش من دورها؟ لا احنا كلامنا دائما نقولوه في كل مناسبه، انه الفريق نتاعنا كي يتعرض للظلم يمشي مباشره للاتحاديه ويقدم شكوى، سواء في لجنه التحكيم ولا في لجنه الانضباط، ولكن يتبع الاطر القانونيه. نعم، انا اظن اكبر ظلم تعرض له شباب باتنا هي منذ بضع سنوات، لما كان النادي الوحيد اللي كان عنده دلائل حول محاولة تلاعب بنتيجة مباراة والقضية قعدت هكذا. احنا انا يعطيتني انت فرصة باش نتكلم. احنا كانت عندنا الجرأة ومشينا في قضية اللي كانت من الممكن جدا كانت تصفي الكرة الجزائرية من التلاعبات اللي راهي موجودة فيها. الكل يتذكر انها تغيرت قوانين
باش يحرموا فريق شباب باتنا من الامتياز اللي كان يفوز به من القضيه. ولكن فريق شباب باتنا ما لقاش من وراه رؤساء النوادي اللي جاوا ساندوه ولا الاعلام اللي ساندوه وطلع. بل بالعكس في ذاك الوقت اتهم فريق شباب باتنا باللي يدير في الفتنه وباللي القضيه ما كانش، ورغم انه هو حكم تاع عداله ماهوش حكم تاع فريق شباب باتنا. كاين الادله كاين لا كاين حكم كيكون حكم كش مبقى نعم. حكم بقرائن وبإدانة تغيروا القوانين ولا تغيروا القوانين انهم اولا القضايا ما تروحش لا لا اولا انه الفريق اللي يسقط رياضيا ما يقدرش يرجع اداريا او قضائيا. هذا هذا فريق فريق شباب باتنا اولا. ايضا في هذه القضيه فريق شباب باتنا فاجبر الاتحاديه انها تمنع الاتصال من رؤساء النوادي بالحكام لمده سنتين. العقوبه تكون 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 سنتين لاي رئيس نادي او حاكم يتصل بالحكام، لان القضيه ما فيهاش غير الثوره، لان فيها قضيه ايضا تاع اطراف اخرى. فريق شباب باتنا كان حاب يمشي في القضيه لابعد نقطه نتاعها، ولكن الله غالب ما لقاش المسانده اللازمه واللي خلاته. مادام انه ذكرت هذه القضيه، هل عدم الفصل فيها والحكم فيها بما كان منتظر هو اللي خلى تعفن يزيد في كره القدم الوطنيه؟ واضح الامر، لانه احنا مشينا وجبنا لك حكم، ورغم أن القانون في ذلك الوقت كان في صفنا ما يشرطش علينا حكم، لأنه المشرع لدار القوانين يعرف أن الأحكام كان طول، يعني الحكم يكون بسنة أو بسنتين كان يشرط إلا وسائل إثبات هي محاضر الشرطة. احنا محاضر الشرطة في التحقيق الأول موجود. ثبتت باللي الإدانة كان للأشخاص هذو، كان المفروض أن الحكم يكون بناء على محاضر الشرطة، لكن احنا جبرونا قالت لازم تمشي تجيب حكم، مشينا جبنا حكم مع نهاية البطولة. بعد ما جبنا الحكم وصبحت الامور صاي ما بقاش فيها، صدرت بعد ذلك قوانين ما تقدرش قوانين اللي حرمتنا باش نديروا الامتياز واننا نطيحوا. هنا اللي طحنا في سياسه الاعاقه، وهنا طحنا. ومن بعد هذا اليوم كيكون اليوم جيب له انت قضيه بكل 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 الدلائل نتاعها ما يكونش عقاب، والسنه نتا في الموسم القادم في نفس الاشخاص والله بعد يشوفوا باللي ما جاش يصرا والو. ورغم هذا مازال مسانده. وعلى هذا اليوم نقول باللي في تصريحات خطيره وخطيره جدا لرؤساء النوادي انهم تكلموا وقالوا باللي راك انت عملوا جيت طلبت مني مقابله وراك ديت قلناها البارح نعم اسمها هذا صبحت تسمى بالنسبه لنا اليوم. اني نقول لك باللي في الجمعيات العامه نتاع النوادي لازم تعرفها هذه، في الجمعيات العامه تاع النوادي اليوم رؤساء النوادي ما يتحاسبوش على واش صرفت ولا واش درت، او قدر ما شريت لي وراك ماكش قادر على هذيك، ماكش قادر باش تدينا لازم تروح، فهمتني؟ واليوم هذا هو اللي راهو سفرد نزار ما تقوله هو واقع نعيشه. واليوم ايضا كان او اجماع على بقاء هؤلاء المسؤولين الموجودين في على كرة القدم الجزائرية، هل يعني انه كل امور مترابطه فيما بينها ما بين رؤساء، هناك مصالح مشتركه وشخصيه؟ لا شوف نقول لك باللي السبب الرئيسي لتعفن الكره الجزائريه هما رؤساء النوادي هما الاولين باعتراف رئيس نادي. هذا واضح نقول لك، هذا ولا هما اللي رفعوا الرواتب نتاع اللاعبين، هما اللي حوسوا شكون يحكم لهم المباراه يوم الجمعه، هما اللي في كل هما الطرف الاول لهذا التعفن اللي راه عجاته الكره الجزائريه. ولازمنا نعترفوا لان احنا هما بما انك ذكرت الحكام، انه تساؤل سمعناه البارح يقول انه الحكام ما نعرفهمش حتى يجيني الاستاد، هل من حق رئيس نادي يعرف الحكم؟ ماهوش من حق يعرف حكم ولا ما دوكا، لا كان انت عندك فريق مين خاف لا يجيني لا يجي سعيد ولا يجي بوزيد، مرحبا به اللي بغى يجي. ولكن اني نقول لك في المنظومه التحكيميه، كي نعودوا نتكلموا في المنظومه التحكيميه وانا مانيش معاهم في الطرح نتاع نخفيو الحكام، الا كان نثقوا فيه نثق فيه ولا ما نثقش فيه ما نثقش فيه، لانه الانسان اللي ماهوش كيما يقول واحد صافي تعلن عليه ولا ما تعلنش عليه، لانه نهار الاربعاء معظم الناس تعرف شكون هو الحاكم اللي راح يدير المباراه الفلانيه. اليوم ثاني كاين مشكل كبير وهو المحللين تاع التلفزيون تاع الحكام، هذوك ثاني راهم طرف في هذا التعفن تاع التحكيم، لانه رانا نشوفوا حتى رانا نشوفوا التحليل يكون على حسب الطالب وعلى حسب النادي وعلى حسب رئيس النادي، فهمتني؟ في مباراة نشوفوهم وشفنا أمس برك كان ضربة جزاء لنادي فاز بها في المباراة، المحلل يقول بلي ضربة جزاء شرعية، كان اللي ما تبانش
ما تبانش. كاينه مباراه اخرى اللي هي نتاعنا ضرب جزاء كما يقول واحد تعيط مع النصر حسين داي يقول لك باللي لا هذه راهو تمويه برك فهمتني راك تعرف الامور هذه والناس كل شوف اي رئيس نادي تتكلم معه يعرف كل شيء واش راهو صاري في الكره الجزائريه. ما واش قال يعني فريد النزار كله مساوئ يعني البطوله الجزائريه والكره المحليه رغم هذا رؤساء النوادي يعني راح يساندوا الرئيس محمد روروا وراح يكونوا بقوه في الجمعيه العموميه 32 عضو بالاضافه الى 48 رئيس رابطه يعني على الاقل محمد روروا ضمن 80 عضو من الجمعيه العموميه يعني اللي فيها 115 ما اظن فريد يعني طريق مفروشه اللي تكون يكونوا انا ما عندي سؤال كاين دي بريزون كلوب راهم معاك واش تقول اليوم كان لهم واقفين معاك يقولوا بلي هما اللي السبب تاع المشاكل تاع الفرق كان لهم معاك ولا راك وحدك؟ لا انا اسمع كل واحد وسمو موقفه كل واحد وشخصيته يعني نقول لا انا نقول لك بلي يعني نقول لك بلي احنا تكلمنا على المنظومه انا مانيش نقول لك المنظومه داخلين فيها كل واحد عنده نصيب المسؤوليه الرئيس عنده اللاعب عنده المدرب عنده المناصر عنده مش فرص للالتقاء انا الاعضاء كل واحد عنده شي يكون تغيير باش يكون تغيير باش ترشحوا يمكن واحد يكون معاكم كاين فيها ولا ما كاش كل واحد طرف تاعو كل واحد جاب من جهته عملتوا جبهه تاع المعارضين وتاع الساخطين على هاد الممارسات باش تكونوا قوه لو كان واحد يهضر وحده ما كاين ما تكونوش قوه لازم تحدوا شويه هذو ترك سي فريد راك موجود في المنظومه وتعرف باللي رؤساء النوادي كل واحد يحوس على مصلحته اليوم يقول لك اني معك غدوه يضربك في الدار ولازمك تعرف حاجه في كره القدم ما فيهاش رجوليه كره القدم نشوف انا المصلحه نتاعي اليوم راهي معك انت راني معك غدوه راهي ماشي معك راني مع الاخر ما يعني ما تلقاش كيما يقول واحد ما قليل باش تلقى واحد عنده الثبات في اللي سي فريد نزار انا قلت لك من الاول انه الجمعيه العموميه هي فرصه للالتقاء مع رؤساء الانديه وفرصه ايضا لتكوين يعني مثلا ما نش نقولوا غير فريد نزار لوحده اللي راه مظلوم ربما كاين رؤساء اخرين ساخطين على هذه الامور علاش ماهيش فرصه للحديث امام رئيس الرابطه على الاوضاع قال دخلنا خويا في جدول الاعمال هذا الامر لانه احنا ماناش قادرين نكملوا البطوله كاين اللي عنده مشاكل يعني مشاكل تاع الاموال كاين اللي عنده مشاكل تحكيميه كاين اللي عنده مشاكل اداريه باش على الاقل توصلوا كلامكم والله يعني نقول لك باللي هذه من المفروض انه رؤساء النوادي يتكتلوا في جمعيه اللي كانت تاع منتدى رؤساء النوادي باش يقدروا يديروا اقتراحات ويقدموهم لرئيس الاتحاد ولكن يعني قلت لك باللي المصالح تغلب على كل واحد يشوف واحد عنده مشكل مالي يحوس كيفاش يسويه يعني بطريقته كل واحد كيفاش ولهذا يعني صعب باش يكون تكتل تاع رؤساء النوادي. هل تظن ان ربما هذا التغيير تاع الاراء تاع الرؤساء حسب المواقف ماشي فيها كشخص في مانيبيولاسيون من المسؤولين باش عمرنا ما نشوفوا رؤساء الانديه يتكتلوا ويتفاهموا بيناتهم والله ربما كشخص هذاك بالك بعض المسؤولين يتعدوا باش يضربوا هذا الرئيس بهذا الرئيس في كل مرة باش عمرهم يتفاهموا ضد الإدارة أو ضد الرئاسة. والله يعني نقول لك باللي اسمه رؤساء النوادي عمرنا ولا درنا اجتماع يعني كان فيه العدد كامل يعني كي كنا نديرو كانت نصاب لا كي كان منتدى تاع رؤساء النوادي يعني كل واحد كيفاش ولهذا نقول لك كثرة المعاملة تاع رؤساء النوادي كل واحد يحوس على فريقه كيفاش يسوي الأمور بلا ما يحوس يدخل في تكتل جماعي ليكون عنده قوة أكثر ولهذا يعني التفكير اللي راهو يمشي بين رؤساء النوادي أننا نعاودوا نحيوا منتدى رؤساء النوادي. اليوم أيضا المصادقة بالإجماع يعني تجديد الثقة في محفوظ قرباج كرئيس للرابطة هل فريد نزار أو على الأقل بعض الرؤساء راضون على ما قدمه محفوظ قرباج إلى حد الآن في الرابطة؟
والله نظن باللي الرابطة يعني ومحفوظ قرباج يحظى بثقة رؤساء النوادي، وشفنا يعني في كل تقريب الجمعيات اللي مرت انه مرت في احسن الظروف، بل كما كان يتكلم فريق انه في الجمعيات العامه تاع الرابطه كانت رؤساء النوادي يعني تتكلم يعني في عده جمعيات تتكلم ويعني يسمع الكلام تاع بعض الرؤساء. نظن باللي ماهوش تجديد تاع ثقه لانه هو منتخب لمده تاع لانه لو كان مثلا المصادقه بالسلب يعني ما خوفتوش تكون امور اخرى. هو في الرابطه ما يكونش سلب لانه نقول لك التقرير الادبي ما عندوش حاجه اللي راهي سمي راهي اللي تصير تاع منافسه ولا اخر تصير مالي محافظه حسابات يعني ما يكونش رفض في الجمعيه العامه للرابطه المحترفه. سي نزار، كاين وزاره الشباب والرياضه أكدت مرة أخرى الأسبوع الماضي أن على الجمعية العمومية للرابطة باش تعمل جمعية عمومية اللي باش تكون قوانين تاعها موافقة لقوانين الوزارة. هل تحدثوا عن هذه النقطة اليوم في الجمعية؟ والله هي باش يعني الوزارة كانت طلبت باش الرابطة دير الجمعية تاع المطابقة للقوانين تاع، ولهذا كان المفروض انه هذه الجمعيه تجري يوم 20، تم تاجيلها لموعد العقد وما تكلمناش عليها اليوم في الجمعيه العامه. ننطلق الان الى الملف الثاني المتعلق بشباب باتنا. ربما اليوم شباب باتنا بعد بدايه لموسم كانت على الاقل ايجابيه نوعا ما، لكن منذ نهايه مرحله الذهاب تغيرت الامور لشباب باتنا الذي ضيع 5 نقاط على ارضيه ميدانه. والله نظن باللي كل فرق يعني تاع القسم الوطني لا ضيع يعني في نقاط داخل الديار، ولكن احنا في شباب باتنا قلنا باللي هذه الوضعيه راح نوصلوها يعني في نهايه نوفمبر ولا ديسمبر، قلنا باللي انه الفريق راح يدخل في ازمه ماليه كبيره اللي راح نتوقعوها اللي راح تاثر عليه، لانه حبيت ولا في البطولة القسم الوطني الأول المال يدير الفرق. احنا ممكن جدا يعني في البداية نتاعنا اقتصرنا الطريق كما يقول الواحد، ولكن ما نقدروش باش نسايروا الفرق هذه الكبيرة اللي يدير ميزانية كبيرة لفريق شباب باتنا يعني ما يقدرش يواجهها بالوضع اللي راهو موجود فيه. علاش بالنسبة للمشكل المالي، من أين المشكل؟ أين هو المشكل في عدم وجود الموارد المالية للشباب؟ دوكا لازمنا ثاني نقولوا نتكلموا دائما بلغه الصراحة، وهي أنه ولا رئيس نادي يقول لك باللي أنا جلبت سبونسور، ولا كل سبونسور ولا كل إعانات تجي من الدولة. هذا دوك اليوم أنت تشوف، لأنه إحنا من المفروض دوكا كي نجيو نتكلموا على بطولة المحترفة ب 16 نادي، من المفروض 4 نوادي نخرجوهم نديروا لهم بطولة وحدهم، لانه هذا اليوم انا كان زميل جا معايا من بين هذا الفرق يتكلمني يقول لي بلي احنا عايشين في بحبوحه ماليه كبيره، تكلم لي الا على الطاقم الفني تقريبا 400 مليون ياخذ الطاقم الفني، اللاعبين قال لي ياخذوا تقريبا 6 ملايين نباتوا في خمسه نجوم. قلت له روح شوف احنا الوضع نتاعنا في شباب باتنا، لانه على واه هذه كيما الشركه هذه عموميه كما هو جزائري انا ثاني جزائري، انا اعطينا نفس الموازين ومن بعد حاسبني اش كون عارف نسير خير من السيد هذا ولا لا، لانه احنا نفس الشخص. تعطي لي 10 ملايين والاخر تعطي لي 100، انا ما تعطينيش، انا تقول لي روح اعتمد على نفسك وراك شركه محترفه والله يسهل عليك، ومن بعد اليوم نلقى روحي هنايا انا في الترتيب انا خير منه، ورغم انه ما عنديش انا امكانيات، اعطيني كما هو الامكانيات، سير جربني حتى انا موسم، ومن بعد لكان انا مانيش كفو للتسيير هذا قول لي بلي انت لازمك نخصمو لك ولا ما نعطيوكش. مي ماش هو تعطيه تقويه عليا وانا تقول لي روح انت اليوم نفس معاه، ما نقدرلوش انايا لانه هو يتغلب عليا في كل الامور. والله الامور غريبه، انا لما نسمع كل ما تقوله امر واقعي وكل ما تقوله امر سلبي للكره الجزائريه، لكن في المقابل مرحبين يعني بهذا الامر، مرحبين بهذا المسيرين. مهدي انا نقول لك يعني قبل ما تقول انا جيت عندك هنا حتى في بيتنا قالوا لي ولدي روح بالعقل برك احنا ما نسحب بيه الكابيطاح. لا ماشي لا لا هنا لا هنا هنا هنا, هنا, هنا كشغل راك تاكد حاجه قلناها في الحصه تاع امس. نعم. انا كاين يا دو كولاج دو بريزيدون، كاين اللي يقدر يهدر واش يحب وما يخافش، ها هو المشكل، يعني يمكن يشتم المسؤولين، وكاين اللي لو كان يهدر كلمه صغيره يتعاقب. بهذا واش حبيت تقول؟ لا يعني قلت لك دوكا اليوم الانسان لازم نكونوا عادلين، لانه كي نكونوا عادلين نكونوا راضيين بكل، لانه اليوم مثلا كان قال كلام خطير
مازال ما شفتش العقوبات على هذا الرؤساء. انا قلت كلام منطقي وما كلام حقيقي تاع الكره الجزائريه. قالوا رؤساء واحد اخرين من بعد جاوا راي وراه رؤساء نوادي قالوا ما تعاقبوش. انا تعاقبت وانا نقول لك انا قاعد ننتظر الان في تصريحات مرت في هذا الاسبوع تصريحات خطيره جدا يعني اكثر من الكلام اللي قلته انا. هل راح يتعاقبوا حتى هو بست شهور كما تعاقبت انا ام لا؟ هذه تكلمنا امس على هذه التصريحات ان هناك صنفين من الرؤساء، صنف يعاقب وصنف لا يعاقب. يعني رغم هذا قلت انه الدعم لازال موجود للمسؤولين على الكره الجزائريه. عندي سؤال واحد نطرحه للرئيس نزار، بس خصك على لي ترونسفير. انا باش بلا ما نروح لاوروبا نشوف غير على جيراننا برك تونس ولا المغرب، كاين عندهم في ترونسفير. يعني انتم عندكم لاعب مهاجم عربي اللي بان جاي مهاجم، ما كاينش بزاف مهاجمين في الشامبيون تاعنا كي بان مهاجم باس جينيرالمون الفريق يقدر يبيعو بسومه. وعلاش في الجزائر ما نشوفو لي كلوب يدخلوا دراهم باللاعبين كيما هكذا؟ وعلاش ما كيفاش كومونس سباس بلي كلوب؟ وعلاش الجوار كيما عربي يقدر يدخلكم يمكن 2 مليار 3 مليار فاسيلمون؟ وعلاش ما كاش هذا الشيء في البلاد في بلادنا؟ والله نشوف نقول لك باللي اولا هي عقود نتاع اللاعبين، مام حتى العقود نتاع اللاعبين عندها نموذج خاص. يعني النادي تقريبا ما عنده ما يستفيد من عند اللاعب. واللاعبين اليوم شكون هو المستفيد الاكبر في البطوله المحترفه؟ هو اللاعب، لانه اللاعب اليوم اصبح الراتب تاعو مضمون ويدير عقد. لانه انا نقول لك ما يديرش عقد طويل المدى، ولهذا الفريق ما يجي هو في الموسم الاول اللي كيما نقول واحد يبان فيه تحوس انت الموسم الثاني باش نقول تزيد تستغله، تلقاه باللي هو في نهايه العقد. في نهايه العقد صباح انت ما تقدر، يعني كما يقول واحد يروح لك بلاش. زيادة على هذا انه معظم النوادي، يعني نقول لك ما عدا ثلاثة ولا أربع نوادي، معظم النوادي عندهم مشاكل مالية مع النوادي مع اللاعبين، يعني ما يقدرش يخلصوا. فاللاعب اصبح اليوم انت اليوم تشوف لاعب بعد يلعب المرحلة تاع الذهاب من بعد يروح لك لجنة المنازعات يصبح سرح راح آليين يعني ما عندك والو. بالنسبة لقضية مباراة النصرية والتي لعبتموها تعادلتم على أرضية ميدانكم يعني 0-0، هناك اتهامات كبيرة للتحكيم في هذه المباراة، ماذا حدث بالضبط يعني؟ والله نظن باللي يعني مباراة كانت في متناولنا، سيطرنا على الخصم، يعني ولا كرة وصلت للحارس تاعنا. عندنا زوج ضربات جزاء يعني شرعية، حتى خبراء تاع التحكيم اللي تكلمنا معهم أكدوا لنا أنه ضربات يعني صحيحة، ولكن ما تحصلناش عليها. من بعد تفاجأنا بمحللين نتاع بعض القنوات وإن قالوا باللي هذه ضربات جزاء وهمية. شفنا انه يعني حتى هاد المحللين هما طرف، انا نقول لك باللي لان التحليل يتمد على المقاس ويتمد على حسب الطلب لكل نادي. ولهذا نقول باللي ضيعنا نقطتين، كان السبب الرئيسي فيهم هو الحاكم اللي حرمنا من نقطتين كانت توضعنا احسن في الترتيب العام. نقطتين ليست الاوليتين، انه انهزمتم امام مولوديه الجزائر. احنا احنا مع مولوديه الجزائر انهزمنا في الميدان، اعترفنا باللي اننا انهزمنا وما تكلمناش، ولكن في هذه المباراة هضم الحق نتاعنا. ولهذا كان مولودية الجزائر كانت أقوى منا في الميدان، مبروك عليهم. بالنسبة أيضا للمدرب علي مشيش، ربما كانت هناك تهديدات من هذا المدرب للمغادرة لأنه مولاش يلقى اللاعبين باش يتدرب معهم. هناك لاعبين غايبين إلى حد الآن على الفريق، هناك لاعبين يشتكون من عدم تلقي مستحقاتهم. هذه الأمور ربما تخلط أوراق الكاب بعد نهاية هذا الموسم. والله نقول لك باللي مثلا يعني أنا نبدأ بالمدرب، هل تؤكد بقاءه؟ المدرب واليوم شرف على الحصة التدريبية تاع الاستئناف ويحضر المباراة تاع مولودية الوران. وحنا ماناش يعني من الناس اللي كما يقول واحد كما تجيش نتائج نقولوا باللي المدرب، كما تكونش نتائج هي كل طرف عنده مسؤولية، من رئيس النادي إلى أبسط مناصر، كل واحد كان يديروا الناس كل دور تاعهم تجيب نتيجة. ولهذا يكون تقصير من جهة ما هي اللي ما تجيبش نتيجة. ولهذا احنا شفنا باللي من مصلحة نادينا أننا نحافظ على الطاقم الفني نكملوا الموسم، لأنه اللي راح يجينا من وراء ما عندوش العصا السحرية، وراح يكون ننتظر مباراة ولا مبارتين. احنا ما يكفيناش هذا، لازمنا يعني بقات لنا 10 مباريات، لازمنا نضمنوا الباقة نتاعنا. فيما يخص يعني اللاعبين، انا نقول لك باللي اللاعبين تاع النادي ولا منحه يسالوها للنادي نتاع
نتاعنا يعني كل المنح نتاع المباريات مسويه فيما يخص الرواتب بداو أربعة اشهر منذ بدايه الموسم، ولكن هذه الوضعيه تقريبا على كل النوادي يعني كل نوادي عندهم يعني 4 أو 5 أشهر او حتى 6 أشهر، لكن كي تجي تقارنوا مع فريق شباب مثلا قدر بالامكانيات اللي عنده ويمد اللاعبين نتاعو 4 أشهر وفرق اللي راهي كبيره هذا ايضا بسبب السياسه اللي انتجتوها انتم لما السالاريير تاعكم في يعني مع اللاعبين هي الاضعف. احنا لو كانت سيرتنا يعني الامور وبقينا كما يقول واحد اللاعبين تاعنا سالكين في شهر من كلش كانت تكون نتائج احسن، لانه احنا ضيعنا بعض النقاط كانت في متناولنا وضيعناها في الثواني الاخيره نتاع المباريات اللي كان ممكن يكون ترتيبنا موش هذا اللي راهو صح. تاكد انه هناك بعض اللاعبين غير موجودين يعني لا كل لا كانت كان احيلوا حتى على هناك لاعبين اثنين يعني بيطاموا احنا الامور الانضباطيه هني نقول لك دوك اللاعب محترف محترف لان نقول لك بلي اللاعبين تاعنا محترفين الا في المال، لانه كيفاش لاعب محترف مثلا يقادر ويمشي للخارج الوطن بلا ما يعلم النادي نتاعو وين القانون الداخلي يتكلم على هذه. انا من حنا العقوبات نديروها اليه اضافه الى كل يجي تقرير تاع المدرب حنا الامور الانضباطيه ما نسهلوش فيها، ولكن هذا كان في بدايه الاسبوع بعد ما كانت المباراه تاعنا مؤجله من شبيبه القبائل، ولكن الامور ولات عاد النصابه وكل التعداد هو موجود تحت التصرف تاع المدرب. بالنسبة لنقطة أخرى تتعلق ربما بتسريح اللاعب ربما عريبي في الميركاتو، هل شبابتنا كان يعي يعني حجم هذا اللاعب الذي كان مؤثر في الفريق يعني أحد اللاعبين الأمير يعني الملاح في الفريق شبابتنا، هل الأمور المادية هي اللي دفعتكم لتسريح هذا اللاعب أم أن اللاعب كان رأسه يعني في جهة؟ هي عدة اعتبارات، أولا احنا كنا مرغمين لان عندنا ضائقه ماليه كبيره، الاعانات ولا سبونسور مازال يعني بعيد علينا ومازال مطول، وكنا باغيين باش يعني شفنا وفكرنا قلنا باللي بقيمه تاع لاعب نقدروا نسويو راتب شهري كامل تاع اللاعبين. هذه نقطه. النقطه الثانيه انه اللاعب عنده عقد الى بسنتين مع الفريق، عارفين باللي مشى معنا 6 أشهر انه جاته يعني كيما يقول واحد فرص وجاته عروض كثيره بضعف تاع المبلغ اللي رانا موجود اللي كنا احنا نمدوه. هذه هي الاجابه تاعنا. ولهذا شفنا باللي اننا يعني تنازلنا على راتب تاع 3-6 أشهر يعني تقريبا مبلغ تاع 180 مليون وبعناه بمليار و400 مليون، شفنا باللي هي مداخيل زياده للنادي تاعنا، اضافه اننا عارفين باللي اللاعب في المرحله نتاع الاولى راح يكون عندنا جثه لو كان يعني نحرموه ما يروحش، وبغينا نمدوا بها رساله للاعبين الشبان انهم يقدروا يجيونا فريق شباباتنا تكون لهم يعني فرصه انهم يبرزوا، بعد ذلك يعني نقدروا انا ماناش الناس اللي كيما يقول واحد صعب من بعد اللاعب ما يروحش، هذا جاته فرصه طلقناه هذا الماركتينغ تاع ايضا لتنفيس على الفريق المشكل المادي ليطرح تساؤل ايضا هو مهدي. اليوم الانديه معظمها تشكي ماديا، لكن الى حد اللحظه لم نشهد او مسيرين يفكرون بهذه الطريقه يعني الماركتينغ دي جوار يعني باش يستفادوا يعوضوا به المشاكل على الاقل يعني كلهم يجي يزيدوا يجيبوا لاعبين يعني بعد ما يروحوا 3 لاعبين لليتيج تسمى يروحوا هكذا يعاود يزيدوا يجيبوا لاعبين اخرين ويتاحوا في نفس المشكل. إيه بس با سون سون موكي دريس بو كلوب كبتنا سي ان بوتي كلوب سي با ان كلوب كي عنده بو بوكو دو مويان اي سا دوغ ايت لوجيك. هادي لا لوجيك اون برينسيپ دو تو كلوب كي نا با بوكو دو مويان سي دو جوستمون دو فير دو انتيليجامون دو جيري انتيليجامون واللي ما يوعدش بالالقاب يعني يقول كل موسم نلعب على الاقل ما يقدرش يعني واحد يكون صريح ما يقدرش تكذب على الناس ماشي ما تكذبش على الناس ومام الجمهور ما على باله يعرف الفريق تاعو ولا دارت حاجه في لاكوب ان شاء الله مزع على باله بالسي دي في مام ولا النيفو ماشي عالي اكسترودينير في الشامبيون تاعنا على باله كل واحد على باله على واش يلعب ما يقدرش يقول نلعب على التيتر من الاول و يفو سافوار جير ديجا راهم لو فيت دو ريستي يقعدوا في لا ليغ 1 سي ديجا سي ديجا بيان ويكملوا يقعدوا بالوقت اللي يقدروا يديروا بوتيتر يقدروا يطلعوا بالعقل في الترتيب في الكلاسمون. مي لي كلوب كيما كبطنا يدواف جيري كوم سا ما عندهمش لو شوا. مي انا كي انا في بالي اون برينسيپ جوار كيما عربي يقدر يبيعوا اكثر اون برينسيپ سي ما شفنا دوت جوار كيما بونجاح ثاني بونجاح كيفاش شفنا واش ربح فيه الفريق التونسي اللي راح فيه واش ربح فيه الفريق الجزائري اللي كان فيه
كاين فرق كبير، سي با سي با نورمال. الكلوب الجزائري ما مشي يربحوا سيفيزامون من لي جوار تاعهم، قلنا المشاكل اللي عندهم، مي جو بونس كو اون برينسيپ une grande partie تاع لي بروبليم فينانسي devrait être réglé dans les transferts des joueurs. La gestion, si on arrive à mieux gérer justement les joueurs اللي عندك كيفاش تبيعو كيفاش تجيب d'autres joueurs بهم، je pense c'est l'une des façons de gérer ثاني un club. جيبي ربي on fait pas suffisamment في الجزائر في الجهة. فريد عندك باب بخصوص ما لا يتعد حراشي دارها مع بنجاه مع بالقروي، يعني يجيب لاعبين مغمورين يجيبهم من الاقسام السفلى ويبانوا في تحت الحراش ويبيعهم. اولمبي مديا عملها هذا في الميركاتو، باع لاعبين ثلاث لاعبين يعني جمعيه وهران كانت ديرها يعني حتى السنوات الاخيره، يعني كاين بعض اللاعبين 1 مليار كي تشوف كان دي بيجي حتى 60 مليار 1 مليار سي ريان دو تو، وباش يبان جوار كيما هذاك يقدروا يتباعوا 2 3 مليار مينيموم. هادو داكو بصح كاين المشكل ان هاد الانديه إيه. تعاني من المشاكل الماليه، يعني اللاعب يكون في موقع قوه لو كي ما يديش الرواتب تاعو، واش قلت هو المشكل اللي باين لون بوزيسيون دو فورس، مي لو كان يدي يخلصوه النادي هو يكون بموقع قوه يبيعو كيما يحب اللي يحب وبالمبلغ اللي يحب. نعم. سؤال اخر بما انه الوقت انتهى ليك فريد نزار، اليوم الوضعيه تاع شباباتنا تتطلب يعني اكثر دعم لهذا الفريق عفوا، لكن يبدو انه لا ربما ترضي الكثير من الاطراف هي اللي تخلي مساعده تقل لشباباتنا. والله نظن باللي اولا يعني فريق شباباتنا يملك كل الحظوظ باش يبقى في القسم الوطني الاول، ولكن احنا بغينا نقولوا كلام وانه بعض المحللين في بعض القنوات انهم في كل مره انهم يحبوا يوجهوا الراي العام ويحبوا يوجهوا ايضا المسؤولين تاع الرياضه على انه نوادي ما لازمهاش تهبط، ان نوادي عندها تاريخ كبير وتنتمي لمنطقه كبيره. احنا ثاني نقولوا لهم باللي فريق شباباتنا ينتمي لمنطقه كبيره، وحتى هو ثاني ما لازموش يهبط، لانه البعض راه يوجه في رسائل مشفره، وشفنا في المباريات الاخيره بعض الفرق تنال ضربات الجزاء. السؤال بما انك محنك فيما يخص هذا الامر ايضا تاع الرابطه، لانه يقال انه في مرحله الذهاب تلعب الكره وفي مرحله العوده تلعب الكواليس، هي حرب كواليس، هل بامكانه دخول فريد نزار فيها ومنع فريقه من اي مؤامره؟ والله يعني نقول لك باللي وضعني صعب اللي راه موجود فيه فريق شبابتنا في ظل الازمه الماليه الكبيره اللي راه، لانه اليوم راكم مهددين في مرتبه 12، ولكن نقول لك باللي مرحله العوده المالي يلعب فيها دور كبير يعني وكبير جدا، لان كاين بعض الحكام يحدوا لك نتائج المباريات قد ما تخدمت اسبوع يوم الجمعه تشوف حاجه اخرى. واني قلت لك باللي واش راهو صار يعني في بعض المباريات اللي راهي، لانه كاين بعض الحكام كيما يقول حتى المباراه متلفزه ما يهموش، ولهذا نقول باللي لازم يعني يكون نزاهه في المباريات، وايضا البعض ثاني ما يبقاش يوجه في السهام تاعه ويوجه في توجه معين اللي حاب يوصلوا، لكن باغيين باش ننقذوا فرق مش على حساب فرق اللي يشوفوا فيها هي الحلقه الاضعف في الـ في الـ في, الـ في البطوله. انا عارف فرق اللي راهي اسهل يعني الاسهل. هل انت باش نكونوا صراحه، هل انت تعني بهذه الفرق نادي شبيبة القبائل والنوادي العاصميه؟ لا انا نشوف لانه هذا الكلام انا تاول لي على اساس اني نقول تكلم بالجهويه، انا ما نقولش معك في هذا الكلام، ولكن نقول لك باللي التحاليل اللي راهنا نسمعوا فيها اي مواطن بسيط يفهم الرسائل المشفرة اللي باغي توصل. انا نقول باللي الترتيب ما يكونش بحسب المنطقه وما يكونش بالتاريخ تاع النادي، يكون بالتاريخ تاع الحاضر بالاني. نعم، اذا رسالتك واضحه سي فريد، شكرا لك. شكرا. على صراحتك اللي عودتنا بها، مرحبا بك في اي وقت، ان شاء الله حظ موفق لشبابتنا ويبقى ان شاء الله في القسم الاول. شكرا لك. شكرا لك ايضا فريد، شكرا لك مهدي، شكرا لكم مشاهدينا على تي بي الاصغاء والمتابعه، شكرا للطاقم التقني بقياده المخرج بلال كراش، فوزي في الصوره واسلام في هندسه الصوت، طيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله.